الليلة دي فضلها كبير، ليلة مباركة من ربنا سبحانه وتعالى. خلونا ناخد معانا صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف، يكلمنا على فضل ليلة النصف من شعبان وفضل الدعاء وكيفية أيضا الدعاء وإقامة الليل في هذه الليلة المباركة. أهلا بفضلتك. أهلا يا فندم يوسف بيه، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، إزاي الصحة؟ الله يبارك في حضرتك. كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بخير يا فندم. يعني كنا عايزين نعرف فضل ليلة النصف من شعبان، وكيف ندعو وكيف نصلي وكيف نرفع إيدينا لربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قبل ما اتكلم يا أستاذ يوسف، حضرتك اسمح لي ان انا اعزي ضحايا القطار وضحايا عقار جسر السويس، وان شاء الله ربنا يتقبلهم في الشهداء ويلهم اهليهم ويلهم مصر كلها الصبر والرضا يا رب العالمين. ونتمنى الشفاء العاجل ان شاء الله للمصابين، واحنا في ليله مباركه وفي شهر مبارك وفي توقيت مبارك، في ليله اسمها ليله رفع الاعمال، ليله اسمها ليله المغفره، ليله اسمها ليله الاستجابه. ممكن تسمح لي اقول فيها حديثين يا فندم؟ ارجوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. أنا عايز حضرتك تحط لي خط يا يوسف بيه تحت كلمة لجميع خلقه. الجماعة اللي بيقنطوا من رحمة الله وبيخوفوا الناس من ربنا، ربنا بينادي علينا في ليلة النصف، وسيدنا النبي بيقول فيغفر لجميع خلقه إلا. خد بال حضرتك والسادة المشاهدين معايا يركزوا قوي بعد كلمة إلا لمشرك أو مشاحن. بالنادي النهاردة على المتخاصمين، بالنادي على المتقطعين، بالنادي اللي هم لسه لحد النهاردة متقطعين، بقول لهم يا جماعة الحق نفسك، ارفع التليفون دلوقت، واعفوا عنهم عشان ربنا يعفو عنك، حتى لو أنت المغلوط في حقك عفى الله عما سلف. دي رواية. رواية تانية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي الكافرين. عارف حضرتك يا أستاذ يوسف يملي يعني إيه؟ أيوة، يعني يعطيهم فرصة. صح، الله اللي خلق الخلق بيعطي لهم فرصة، ربنا لا يغلق الباب في وجه أحد. يا جماعة عايزين نفهم ديننا صح. ده ربنا لما أرسل سيدنا موسى وهارون إلى فرعون ما قال لهمش روحوا اقتلوا هارون رغم فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، يعني شارك الله في الألوهية. عارف ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون إيه يا أستاذ يوسف؟ قال إيه؟ قال لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طب نعمل إيه؟ شوف الرحمة. فقولا له قولا لينا. الله أكبر. لمين؟ لفرعون يا رب اللي قال ربكم الأعلى. قولا إيه يا أستاذ يوسف؟ قولا إيه؟ لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنا بقول سبحانك يا رب، إذا كانت هذه رحمتك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف تكون رحمتك بعبد سجد وقال سبحان ربي الأعلى. فليلة النصف يغفر الله فيها للمؤمنين ويملي الكافرين. والحتة اللي جاية دي مخوفاني قوي، عارف؟ ركز معايا في اللي جاية دي بقى. ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. نترجم يا فندم؟ أيوة. يعني قلوبهم مليانة سواد، قلوبهم مليانة سواد حتى لو للبلد، محرومين النهاردة من المغفرة. اللي قلبه مليان حقد، اللي قلبه مليان غل، اللي قلبه مليان كراهية، ده حتى لو صلى 100 ركعة، لو ختم القرآن، ده مركون يا فندم، مركون. ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. احنا طالبين النهاردة من الناس سلامة الصدر. اللي عايز ربنا يغفر له يسلم صدره، ينظف قلبه، يعفو عن ازاي ربنا يعفو عننا احنا مش عارفين نعفو عن بعض. فدي ليلة سماح، ليلة عفو، ليلة مغفرة، ليلة استجابة الدعاء. ربنا استجاب فيها لسيدنا النبي وحول له القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الايه؟ الحرام. وعايز اقول لحضرتك دي ليلة رفع الاعمال يا استاذنا، الرفع السنوي. واخد بالك يا استاذ يوسف؟ ايوه. يعني ايه الرفع السنوي يا فندم؟ يعني صيام رمضان اللي فات هيترفع النهارده، رمضان اللي فات، ليله القدر اللي فاتت هتترفع النهارده، الحج اللي فات هيترفع النهارده، هو رفع الى السماء الدنيا، ولكن خلاص يسلم الى اللوح المحفوظ في هذا التوقيت. ف
فربنا قادر ان قبل ما يعني صحائفنا تسلم ان يمحو جميع سيئاتنا، قادر سبحانه وتعالى، وان يبدل سيئاتنا الى حسنات. فيا رب ندعو الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا التوقيت الطيب، اللهم احفظ مصر يا رب شعبا ورئيسا وجيشا وشرطة، احفظ مصر من حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن شماتة الشامتين، ويا رب ايد رئيسنا وايد جيشنا وايد شرطتنا يا رب رغم انف الحاقدين والكارهين. فانا عايز انادي على كل الناس، بقول لهم يا جماعه توسلوا الى الله، اتجهوا الى الله، التجهوا الى الله، فالدقائق في هذه الليله غاليه، الثواني غاليه، نحن في ليله مغفره، في ليله عتق، في ليله رحمه، الرحمات تتنزل والمغفره تتنزل والصحائف ترفع. واوعى، بنادي على كل العصاه وكل المذنبين وانا منهم، اوعى تيأس من رحمه ربنا، اوعى تسمع الناس اللي بخوفوك من رحمه ربنا. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، حتى مهما فعلت. سيدنا النبي قال التوبه ان الله لا يقبل توبه احدكم ما لم يغرغر، يعني عند طلوع الروح او تطلع الشمس من مغربها، مهما فعلت ربنا سبحانه وتعالى غفار، رحمته وسعت كل شيء، ابواب ربنا مفتحه. يا جماعه ارفعوا ايديكم يا جماعه ان ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعب مصر ويبارك في مصر، ويا رب يؤيد رئيسنا بالحق يا رب اينما اتجه رغم انف الحاقدين والكارهين. امين. طيب شيخ احمد، هذه الليله يستمر فضلها حتى طلوع الفجر؟ اي نعم. أي ندعو نعم. بايه في هذه الليله ونصلي ازاي في هذه الليله؟ بص يا فندم، الصلاه صلي كيفما شئت، صلي كيفما شئت على قدر ما يتسع لك، على قدر ما ييسر لك الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صلي ركعتين، صلي اربعه، صلي ثمانيه، صلي عشره، الصلاه مفتوحه، لاننا في ساعه او في في في, في ليله استجابه وليله بركه. طب الدعاء، ادعو بما شئت، ادعي باللي في قلبك، ادعي باللي ربنا يقدرك عليه. اللي عايز اقول لحضرتك الدعاء ده رزق، الدعاء طبعا. رزق. وانا ممكن ادي للناس الحبايب هديه عن طريق برنامج حضرتك المحترم يوسف بيك. لما تكون محتاج من ربنا طلب او عايز تدعو ربنا بدعوه، شوف حد من حبايبك ومن يعني ومن الناس يكون طالب نفس الدعوه، وادعيه، وادعي بها دلوقتي بدون ما تعرفه، لان سيدنا النبي قال دعاء احدكم لاخيه بظهر الغيب مستجاب. نترجم بظهر الغيب يعني ايه؟ يعني انا في ضيق ما او في مشكله ما وعارف واحد في نفس المشكله، ادعي له بالاسم، عارف جزاته ايه يا فندم؟ انا الكسبان. دعاء احدكم لاخيه بظهر الغيب مستجاب، يسخر الله له ملك من الملائكه يقول امين ولك بمثله. الله، شوف دي هديه النهارده بهديها لبرنامج حضرتك والجمهور حضرتك، وانا بحب حضرتك في الله يوسف بيه بصراحه. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك يا شيخ احمد. فلو انت عليك دين يا فندم وشايف حد عليه دين، قول يا رب سدد دين فلان. عندك مرض وشايف حد مريض، قول يا رب اشفي فلان. عندك بنت عايزه تتجوز وشايف واحده برضه عايزه، يا رب جوز فلانه، يا رب اهدي فلان. بالنيه الصالحه دي ملك من ملائكه السماء ينزل ويقول اللهم امين ولك بمثله، ودعاء الملائكه لا يرد. ادعي ربنا، وخد بال حضرتك يا فندم، الدعاء يا يوسف بيه والساده المشاهدين مش بكتره، مش بكتره. شوف النبي يجي في ليله القدر ويقول لها يا عائشه قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، بس يعني جمله ابرك من عشره. ربنا الدعاء مش بكتره ولا بطوله ولا بعرضه، لا بصدقه. العبره في من صدق لا في من سبق. صح. وادعي بيقين مع ابدأ دعائك بالصلاة على النبي، واختم دعائك بالصلاة على النبي. قال أهل المعرفة فإن الله لا يرد الصلاة على النبي في الأولى ولا يردها في الختام، والله أكرم أن يترك ما بينهما. طبعا هدية. طبعا هدية تانية لما تيجي تدعي، ادعي يا فندم بالمجموع، ما تقولش اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا، اللهم اجبر خواطرنا وتولى أمورنا، بالجمع كده. سيدنا النبي كان يحب هذا، دخل الناس معاك في الدعاء، لان ممكن ببركه الناس اللي دخلتهم ده ربنا يستجيب دعائك. وممكن حضرتك لو تسمح لي ان انا ادعو والناس الحبايب يامنوا ورانا اذا انا معاك اهو، انا هامن وراك، ده شرف لي، شرف لي والله. العفو العفو العفو. اللهم في هذه الليله المباركه وفي هذا التوقيت الطيب، في ليله رفع الاعمال، ليله الرحمه، ليله المغفره،
ليلة الستر، ليلة النصف من شعبان، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعللنا وما أنت أعلم به منا. استرنا يا رب ولا تفضحنا، وأكرمنا يا رب ولا تهنا، وزدنا يا رب ولا تنقصنا. يا رب اغفر جميع سيئاتنا، يا رب تقبل جميع حسناتنا، يا رب اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم يا رب، يا رب ارحم شهداء القطار يا رب، اللهم ارحمهم واجعلهم من الشهداء بحق اسمك الأعظم، وألهم أهلهم الصبر والرضا يا رب، واشف جميع المصابين، اللهم اشف جميع المصابين برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، واشملها برعايتك، واجعلها في ضمانك وأمانك. اللهم أيد رئيسنا، اللهم أيد رئيسنا ووفقه لما تحب وترضى، واحفظ جيشنا وشرطتنا، وبارك في مصرنا رغم أنف الحاقدين والحاسدين، ولا تشمت في مصر حبيبتنا عدوا ولا حبيبا. اللهم لا يطلع علينا فجر هذه الليلة إلا وقد رضيت عنا وعفوت عنا وسامحتنا وسترتنا وأكرمتنا وجبرت خواطرنا. رب لنا أولادنا، واهد لنا نساءنا، وانزع الشيطان من بيوتنا، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم، ببركة الصلاة على سيدنا ومولانا محمد، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. ربنا يفتح عليك يا شيخ أحمد، ربنا يخليك يا رب. نشكرك والله على المداخلة، ونشكرك على النصيحة وعلى هذا الدعاء الجميل والرائع. اللهم تقبل منا ومنكم جميعا يا رب العالمين. ألف شكر ليك فضيلة الشيخ أحمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف. صلوا بقى واستغفروا قدر الإمكان. يجي واحد يقول لك أنا طول عمري ماشي عدل، استغفر على إيه؟ استغفر، أنت مش عارف عملت إيه بالغلط، أطلب المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. البني آدم يعني في النهاية ما بيخشش الجنة بعمله، بيخش برحمة ربنا. مهما عملنا كده احنا ولا حاجة، ولا حاجة، كلها برحمته هو.